السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدة أخبار وأمور هامة جدا. بداية أعطونا بير تاعنا لايك، وإذا عندكم سؤال أو استفسار فيكم تكتبوا بقسم التعليقات. الموضوع الأول إخواني للأشخاص الراغبين بالحصول على الجنسية التركية، نصيحة جدا مهمة وأمر ينصح إنه الناس تعمله. قبل كم يوم إخواني صرح رئيس إدارة الهجرة في إسطنبول إنه من شروط الحصول على الجنسية التركية مستقبلا هي اللغة التركية. لم يصدر قرار رسمي بهذا الأمر، ولكن نصيحة يا إخواني للأشخاص اللي قادرين يعملوا هذا الموضوع يعملوا ويخلوا معهم هي الشهادة بجيبتهم، لأنه هي الشهادة رح تنطلب منهم إذا طبق القرار. شو هي هي الشهادة؟ إخواني أي شخص بيعرف يحكي لغة تركية وبيكتب وبيقرأ لغة تركية بشكل كويس يراجع مركز الهالك أي تيم ويقولهم إنه هو بده يحصل على شهادة إلى علاقة بمحو الأمية أو إلى علاقة بالقراءة وبالكتابة باللغة التركية. مراكز الهالك أي تيم إخواني هن المسؤولين عن هذا الموضوع. إذا كان عندكم وقت، إذا كنتوا قدرانين تعملوا هاي الخطوة إخواني اعملوها، روحوا اعملوا امتحان، اعملوا فحص، صلوا على هاي الشهادة وخلوها عندكم. أصلا هاي الشهادة أيضا بتنزل عبر الإدولات وبتضل محفوظة بالسجل تبعكم. سواء طلبت منكم أثناء ترشحكم على الجنسية التركية بتكون الشهادة جاهزة. فيما بعد مثلا إذا ترشحتوا للجنسية وانطلبت منكم هاي الشهادة بده وقت لبين ما تطلع ولبين ما تروحوا مشان ما تتأخروا بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا إخواني لسه ما حكوا عن الآلية اللي رح يتم فيها عمل الفحص بالنسبة للأشخاص لحتى يعرفوا إذا هن بيعرفوا لغة تركية أو لا، ولكن هاي الشهادة يا إخواني عم تكون إثبات للشخص إنه هو بيعرف لغة تركية. بالنهاية مو خسرانين شيء، الأشخاص اللي قادرين يطالعوها ويعملوا امتحان فيها يطالعوها ويخلوها عندهم، لأنه مطلقا رح تفيدهم بالأيام القادمة. طبعا هي بتفيد مو بس من شان موضوع الجنسية، بتفيد مشان كتير مواضيع مثلا استخراج رخصة قيادة أو غيرها من الأمور. الموضوع الثاني اللي هو جدا هام، قوموا بتسجيل إذن العمل بإدارة الهجرة. طيب نحن طلعنا إذن العمل، شلون بدنا نعرف إذا نزل على السيستم أو نزل بإدارة الهجرة أو لا؟ إخواني بكل بساطة هلأ رح فوت أنا وياكم دقيقة على الإيدولات فرجيكم إذا أنتوا فعليا صرتوا تتحكموا من خلال إذن العمل ولا من خلال الحماية المؤقتة. ببين عندكم على السيستم الصحي أنتوا تحت أي مسمى عم تتحكموا. في حال هلأ طلع معنا على السيستم إنه أنتوا عم تتحكموا بموجب إذن العمل، فبيكون إذن العمل تلقائيا راح منه نسخة على إدارة الهجرة، لأنه بتكون تحولت الحكمة تبعكم من الحماية المؤقتة للأشخاص العاملين تحت نطاق السيغورتا. بتسجلوا الدخول اخواني على متصفح الإدولات وبتروحوا على شريط البحث وبتكتبوا هاي الكلمه يلي انا كتبتها، رح يطلع عندكم اخواني هو هذا الخيار، غالبا بيكون عندكم اول خيار رح تضغطوا عليه. طبعا هذا الخيار له علاقه بالسيستم الصحي، وبتستنوا شوي اخواني. مثل ما لكم شايفين اذا طلعت قدامكم هي الشاشه اخواني معناتها انتم لسه ما تفعل السيستم الصحي تبعكم على اذن العمل. الافضل انكم تروحوا تعلموا اداره الهجره وتسجلوا اذن العمل باداره الهجره مشان يتم نقلكم من الحمايه المؤقته على موجب اذن العمل، تصيروا تتحكموا على موجب اذن العمل. اما اذا طلع لكم غير هيك اخواني وطلع لكم ادورت وتحت طلع لكم معلومات السيغورتا، فانتم هيك بتكونوا عم تتحكموا من خلال موضوع السيغورتا. طبعا هذا الموضوع يا اخواني انتبهوا عليه، وايضا لا تنسوا اضافه اذن العمل بإدارة الهجرة لأنه إذن العمل مفيد بالنسبة للأشخاص اللي مستخرجة إذن عمل. طبعا لا تنسوا تدفعوا السيغورتا، إذن العمل لحاله بدون السيغورتا ما بينفع يا أخوان. بهذا الشكل يا أخواني بتكونوا تحققتوا إذا أنتوا فعليا تحت نطاق الحماية المؤقتة أو تحت نطاق إذن العمل. الموضوع اللي بعده أخواني خبر سار لسكان إسطنبول. كل شخص مقيم بإسطنبول أخواني وعنده كارت إسطنبول جايب لكم تطبيق كتير حلو، ميزات رائعة جدا. رح نفوت هلا مع بعضنا على التطبيق، طبعا رح خلي لكم رابط تحميل هذا التطبيق بوصف الفيديو، فيكم تحملوه من متجر الجوجل بلاي. بالنسبة للأشخاص المقيمين بإسطنبول طبعا هذا هو التطبيق اسمه إسطنبول كارت، رح نضغط عليه إخواني رح فرجيكم شو فيه مميزات لكل شخص عنده كارت إسطنبول. طبعا فيه شغلات رائعة جدا إخواني. أول شغلة أنتوا إذا عندكم كارت إسطنبول من هذا الجديد فيكم تستخدموه لأكثر من شغلة. فيكم تستخدموه يا إخواني بالدفع حتى بالبيم، فيكم تستخدموه بالدفع بالماركتات، حتى مثل ما شايفين هون فيكم تستخدموه بالشوك ماركت كمان مو بس بالبيم مثل ما لكم هون شايفين. فيكم تستخدموه كمان بتطبيق جيتر، فيكم تستخدموه كمان بالآيوز بير، يعني مثله مثل كارت البنك اخواني. فانتوا لما بتعبوا بهذا الكارت رصيد اخواني بامكانكم تستخدموه مثله مثل كارت البنك بكتير اماكن. بالاضافه هون في عندي خلال هذا التطبيق اخواني شيء اسمه كارت لرم، تمام؟ هذا الخيار بتضغطوا عليه، طبعا هون بيطلب منكم الشفره. انتوا لما بتكونوا حاطين شفره للتطبيق فبتحطوا الشفره، طبعا انتوا هي الشفره لما بتسجلوا الدخول على التطبيق بتحطوها اخواني هون. بالاضافه انه بيحطوا لكم الكارت تبعكم بعد ما تضيفوه، وفيكم تتحققوا اذا الكارت فيه رصيد او لا. بالاضافه ايضا انه في ميزه فيكم تدفعوا يا اخواني مثلا انتوا بدون ما تطلعوا الكارت من جيبتكم او نسيانين الكارت بالبيت، بامكانكم لما توصلوا لجنب الجهاز اخواني فقط بتحطوا هذا الكود وبتقربوا التليفون على الجهاز وبتمروا كانكم دقيتوا الكارت على الماكينه بشكل رسمي، تمام؟ ولكن بدون ما يكون موجود الكارت معكم. كثير ناس احيانا ممكن تنسى الكارت، ممكن تنسى تعبي الكارت ايضا، كمان فيكم تعبوا الكارت اخواني من خلال هذا التطبيق. بالاضافه اخواني هون في عندي شيء اسمه الكارت الازرق. هذا الكارت الازرق يا اخواني في له ميزات عديده، فيكم تحولوا منه
مصاري وتستقبلوا عليه مصاري، فيكم تحولوا عليه ليرات، فيكم كمان تدفعوا من خلاله. خلينا نقول مثلا انه انتم نسيانين الكارت تبعكم او انقطعتوا نهائيا وما عاد معكم نهائيا ولا كارت تدفعوا فيه، فيكم تحولوا مصاري فورا على هذا الكارت، فيكم كمان تدفعوا من خلال هذا الكارت لما بتكونوا طالعين بالمترو او بالباصات. يعني اخواني بصراحه في ميزات عديده بامكان الاشخاص اللي موجودين يستغلوها. وبالاضافه طبعا اخواني انه في عرض هلا عاملينه على هذا كارت الديجيتال، يعني فيه تنزيلات وفيه عروض كتير، تقريبا اسبوع وبينتهي العرض. رح خلي لكم رابط طبعا تحميل التطبيق بوصف هذا الفيديو من شان الناس اللي حابة تستفيد من هذا الموضوع. طبعا اخواني انا عطول بقدم لكم الشغلات اللي انتو ان شاء الله تستفيدوا منها، لانه هاي الامور يعني بتفيدكم بحياتكم اليومية بما انكم انتو اشخاص مثلا مقيمين باسطنبول. طبعا بالايام القادمة كمان ممكن نحكي على باقي الولايات، اكتبوا لنا بالتعليقات اذا حابين نحكي على ولاية معينة. بنهاية الفيديو اخواني رح نسأل سؤال والناس اللي بتعرف تجاوب بالتعليقات، كم من الكلمات العربية الموجودة ضمن اللغة التركية؟ الاشخاص اللي بيعرفوا يكتبوا لنا بقسم التعليقات. بالنهاية اخواني لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو، في عنا تفاصيل جدا هامة. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.